يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره حبايبنا محمود شاكر ومحمد خليفه. خليفه منور الدنيا. منورك يا كريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. تمام. شاكر منور الدنيا. ازيك يا كريم؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله، كله تمام. اصلنا عدايه لعيب. انت انا خلاص انا عرفت من هو شيخي، انا خلاص كريم رمزي اللي قاعدين نتكلم، وزي ما البسوسي جابها في ارت سولار وحسام ضيعها راح قال لي ايه؟ راح قال لي ان شاء الله المسلوس يجيبها في العوده، بتفرج على العوده اول 10 دقائق خلاص، وبعدين هي مش دي الحاسه الاولى، انا بتحصل معاها حوادث مع كريم دريها بقى مش هينفع اقول، بس يعني توقعات ما حدش كان يتوقعها وبتحصل. جت سليم، شفت الماتش ازاي النهارده او ايه اللي اكتر حاجه عجبتك في ماتش النهارده؟ عشان ما نضيعش وقت الناس خلينا نخش ان محاضره جوميز كانت ظاهره في الثلاث اهداف، نشرح ازاي محاضره جوميز كانت ظاهره في الثلاث اهداف. نبدا بالهدف الثاني، محاضره جوميز قال ايه؟ نسمع هناخد بس يعني ايه اللي هو ثواني مش جاهز لسه، بس قول لنا الجزئيه. تمام. الراجل كان بيقول لي سامسون خد مكان الجزيري، هيتحرك اول ما سامسون يلف كده مع المدافع الجزيري يدخل، او الجزيري لما يبقى واخد هو المدافع سامسون يهاجم المساحه. ده الفيديو. لو الحالات ظاهره نبدا على طول بالصور. شباب لو الفيديو اهو، يلا وريني الفيديو، يلا وريني الكلمتين اللي قالهم. ورينا الفيديو. I want to see Shalab and Zizou. عاوز اشوف شلبي وزيزو بره الملعب. I want to see Omar and Fatou. وعمر فتوح جوه الملعب. Involved in the attack there. نهاجم من جوه. You have always Ziyad and Dunga. كان دونجا behind the ball. تحت الكورة. Give solution to put the ball moving. بيخلوا بيحركوا الكورة ويدوك حلول. Samsung and Jaziri. Samsung and Jaziri. One go, one us, one go, one us. واحد بيروح واحد بيروح يستلم الكورة. If Samsung make a movement. لما والمدافع اسمه جزيري روح. شازيني ميكس ا موفمنت. جزيري راح. بس انت ديفندر فولوينج. المساحه معاه. جو ان ذا سبيس. سامسون روح للمساحه. جو تو ذا جول. روح للجول. خلينا بقى نشوف الجون الثاني جه ازاي بالصور عشان نبقى رابطين. سامسون عمل دور كويس في ان هو قطع الكوره. الصور يا شباب بقى على طول. يعني الصور تواليا في الحالات بدايتنا بسامسون، هتلاقي سامسون قطع الكوره كريم، وهنا هو انا مش عارف يعني احنا في سامسون اولنا ماشي. طب دي حالات شاكر ماشي، عايز كده سامسون برضو، عايز كده سامسون. بس دي مش سامسون، دي ركز يعني عايزين نظبط الدنيا يا جماعه عشان نجي. تمام. هو عموما الناس وهي بتعرض معانا الصور اهو، سامسون قطع الكوره، هي دي مظبوط، سامسون قطع الكوره وراح الباص، بعد كده هو الجزيري وهو بياخد المساحه، سامسون كان هو واخد المساحه. هنا نعرض الصور سريعا، مش عايزين نقف والصور بتتعرض. يعني هنا سامسون قطع، بص هيبرر، بص هنا ده هنا مرر الجزيري، بص بقى الصوره الجايه دي تطبيق عملي لمحاضره جوميز. الجزيري فين؟ بياخد المدافع وبيخرج بيه. سامسون بيروح فين؟ في المساحه اللي ورا الجزيري، عشان الكره بعد كده هتروح هنا. سامسون راح المساحه اللي سبق الجزيري، الكره هتروح لمصطفى شلبي هيلعبها لسامسون، هتكون هي دي الهدف الثاني لنادي الزمالك. ده ببساطه، مش عايزين بقى بقيه حالات سامسون، كان له دور كبير جدا في قطع الكرات والضغط. بس نروح للهدف الاولاني، نروح للفيديو للقطات اللي معانا الفتوح من غير الفيديو، مجرد الصور بتاعت فتوح اللي هتظهر جزء بقى تاثير جوميز. فتوح كان بيتحرك فين؟ دي الخريطه الحاليه لفتوح، ده سايب طرف الملعب وداخل لجوه. تعال نشوف بالصور الجون الاولاني يا كريم، بدايته طبعا هي ركنيه، بس بدايته جت ازاي؟ تعال نشوفها هنا. تمريره المسلوسي، بص شلبي فين في الصوره اللي بعديها على طول سريعا، هتلاقي شلبي واخد اقصى الخط، وفين فتوح في الصوره اللي بعديها؟ فتوح جوه. تعليمات، اصل في جزء كتير من تفوق المدير الفني انه يكون مقنع للاعبيه، ان هو انت ممكن تقول حاجه اللاعب يقدر ينفذها وينزل ينفذها. هي دي الركنيه اللي جه منها الهدف الاول. شفنا محاضره جوميز في الهدف الثاني، سامسون هو بياخد ورا الجزيري، شفناها في الهدف الاول في تسبب في الركنيه، حتى في الهدف الثالث. بص فتوح فين في بدايه هجمه الهدف الثالث؟ فتوح في قلب الملعب. شلبي فين؟ في طرف الملعب، عكس ما كان بيعمل مثلا اما بيلعب ناصر ماهر. الراجل صح اخطاء في لقاء الذهاب، بقى واخد البروفايل المناسب للاعب المناسب. فكده نلاقي، وهي دي الهجمه اللي راحت بعد كده ناحيه اليمين واتلعبت عن طريق سيف الجزيري لمصطفى شلبي، اتسبب الاهداف. فكده احنا نوصل نقول ان جوزيه جوميز في محاضرته كان بيدي درس عملي للاعبين الزمالك في الثلاث اهداف، يعني الثلاث اهداف جايين من الدقيقتين اللي هم كابتن عبد الواحد صورهم وقال لكابتن جوميز ان هنزلهم لو الزمالك كسب. الحمد لله الزمالك كسب ونزلهم، يشرحوا لنا ان فكر الراجل واضح في الثلاث اهداف.